إذا بسأل سؤال وبعطي عليه دينار للطلاب الصغار. يلا صغار اللي مستعد يجيني هنا، يلا حيا يلا دينار، يلا يلا واحد يرفع ايده، يلا حيا. طبعا انا احييه على جرأته، المبادره مو كل واحد يتمكن منها الا ذو حظ عظيم وشخصيه قويه وواثق من نفسه. طبعا ما يدري وجاني. نحييه بالصلاه على محمد وآل محمد. حياكني حياكني على يميني. احنا قلنا ليله الاحتفال بشنو؟ الاسراء والمعراج والمبعث النبوي. اثنين في واحد يعني؟ ايه. في فرق بينهم؟ المبعث النبوي هو اللي تكلم عنه الشيخ في البدايه لما جاء جبرائيل، والاسراء والمعراج هو الاسراء لما طلع النبي الى بيت المقدس، والمعراج لما ارتفع الى السماء. انت من اي عائله؟ معراج. جميل جدا. زين، ليله المبعث صارت اي يوم واي ليله؟ لا ليله شنو؟ لا خلوه يمكن عنده معلومه. خلنا نجرب. تفضل. 22 ليله 23. لا الليله فوق ال 26. الليله فوق 26. 27. 27 حلو جميل. طبعا انت الدينار بحصلنا بحصلنا. السؤال الثاني، متى حدث المعراج؟ في الليل. ممتاز، بس متى؟ يعني في تاريخ تعرفه في اي شهر صار؟ احد، انا بسال السؤال، اسمحوا لي بسال السؤال للكبار شوي، احد يعرف متى حدث المعراج؟ اي ليله واي يوم؟ طبعا انا عند وفائي بوعدي. هاك دينار واثنين. سلام الله على الحسين والحسن. تفضل حبيبي، حياك الله حبيبي. حيوا بالصلاه على محمد وآل محمد.